صباح الخير أماني. صباح الخير. طمنيني راح أعيش. يسعد كل أيامكم. إيش رأيك في النتيجة أماني بصراحة؟ لا النتيجة ممتازة مثل ما قلتي مثالية. بالضبط هو. يا أما هو إنسان طموح يا أما فعلا ملتزم بالوقت. أو إنه ما بيكون صريح. كلا الحالتين كلا الحالتين هي الـ 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 هي النظرة للوقت. تقديرك للوقت، شو شعورك بالوقت هو اللي بخليك تلتزم أو تقصر بالوقت. نعم. وهو اليوم صلب الموضوع عنا لأنه الأسباب بتتكرر والأسباب بتتنوع بنتفنن. يمكن بعض الناس اللي بتتأخر بتتفنن. صح. بالأسباب. بس أماني يعني أعتقد أغلب الناس وكل الناس تقدر الوقت وتحبنا هي تستثمر في وقتها، فليش في سبب التأخير؟ ليش في الناس بتضيع وقتها أو ما عندها هذا تنظيم الوقت؟ مثل ما قلنا بدنا ننظر لمش الأسباب اللي دائما بيتأخر، لأ مثل ما قلت لكم على فكرة بتنوعنا كلنا. حتى الملتزم بالوقت إلا يصادفوا مرة أنه يتأخر أو يقصر. فهي ما بدنا نطلع على الأسباب لأنه ممكن نوعها، نحن فنانين بهيدي الأمور والأعذار. بدنا نطلع على الخصال أو الأطباع تبع الشخصية، يعني هيدي الشخصية كيف بتتناول الأمور ومواعيدها بالنهار بالأسبوع بأيامها كله. بدنا ننظر للشخصية، وفي الشخصيات بتتعدد، وهون بنعرف لما بنتعرف على الشخصية وعلى أطباعها وخصالها بنعرف السبب يلي عم بيتكرر أو عم بيكون في تأخر. طيب أماني كيف يقدر الشخص يعرف أنه عنده مشكلة فعلية وبحاجة لحل بما يخص مواعيده والتزامه بهذه المواعيد؟ هلأ بس نطلع على نوعية الشخصيات. أكيد ما بدنا نحط يعني كل واحد بخانة، بس هو بيعطيك شوي دليل على أنت أي نوع من الشخصيات اللي حنذكرها هلأ. نعم. لحتى على أساسها لما بتشوف أنت هيدي الشخصية اللي أنا بعتبر نفسي موجودة فيه. نعم. وعلى أساسها رح غير هالأسلوب. يعني هن بيتعددوا الشخصيات، بس من بينهم في يلي دقيق كتير والبرفكشنست، يعني يلي لازم يخلص كل مهمة والمهمة اللي بإيده قبل ما ينتقل للمهمة التانية، بس لازم بالآخر في وقت معين، فيمكن بيقضي وقت كتير بهيدي التفاصيل الدقيقة يلي حتسبب له. بس هذا يتعب في حياته شوي أماني صح؟ إيه هي متعبة ومتعبة، وكمان رح تسبب له التأخير وتسبب له توتر وتسبب له ضغط نفسي لأنه على طول بده يخلص. على فكرة هي بتكون من وجهة نظره أنه هي هاي الأمور بينظروا لها بهالدقة، بس في أمور كتير مش بالضرورة. الشخصية الثانية اللي هي بتحب تعمل أكثر من مهام بنفس الوقت بنفس الساعة بنفس الأسبوع الشهر يلي بدكن إياه، فهون بيخبص نفسه فبيخلي كل المهام يحطها بهالوقت أو بهالساعات أو بهاليوم. أعتقد حل الأمور يعني أوسطها بالضبط. يعني أنا أتذكر أماني كذا كنت مهووسة أني أكون منظمة من الصبح لليل، وخاصة لما صرت أم، يعني متى تأكل متى تتعشى متى تتحمم متى أنا أخرج متى كثير كان. إيه؟ وكان لازم آخر اليوم لو ما تنفذ 100% أحس بتوتر أنه في شيء غلط أو مصيبة صارت. لكن شوي لما تعلمت أصير مرنة أنه مثلاً 70% أو 60% من اللي أنا خططته زبط، والله هذا إنجاز صار. ممتاز. إيه ممتاز. وهلأ منجي على هيدا الشيء الشعور، يعني هيدا كتير مهم. شخصية الثالثة والرابعة اللي هني أكتر حالمين ليد باك هيك، الدنيا حلوة ورايقة، ونوع هيدا الشخصيات الحالمة بتكون كمان بتتشتت بسرعة، يعني يسمعوا موسيقى بينتظروا بالسيارة ليسمعوا شيء، يخلصوا مسج على التليفون قبل ما يطلعوا لموعد معين، يلي بيتشتتوا بسهولة كتير. نعم. طيب أماني قيمة الالتزام بالوقت والانضباط هذا يعني إيش يعطي للآخرين انطباع عنا؟ وأيضا العكس كمان ممكن، يعني هل يهدد الصورة صورتنا تجاه عند الآخرين لو إحنا ما كنا غير ملتزمين؟ 100% عدم الالتزام بالوقت بتضيع علينا فرص وبتضيع علينا كمان مجهود ومال كمان. نعم. يعني هيدا بيعطي انطباع عنك
انت انك غير ملتزم، مش مقدر للمسؤوليه، ما رح يحطوا ثقتهم فيك كثير. يعني هاي الامور كمان بالعمل لازم ننظرها، نشوف ان ليش ما عم يعطوني هالفرصه. بدك تنظر انت كمان لكيف بتقدر الوقت، او انت كيف كمان بتنشر هيدي الرسالة عن الوقت. هيدا مهم كمان، انت شو عم تحاول تقول عن نفسك وعن الغير. طب أماني، في ناس طبعا يتأخروا أو كان أوقات مثلا لسوء تقديرهم للوقت أو الوقت راح عليهم، لكن في ناس يتعمدوا التأخير اللي هو fashionably late. هذا صح ولا لا؟ اوكي، هلا اللي فاشنبلي ليت هيدا بدنا نعمل فيه مقلب لانه هيدا ما منه امل غير انه نعمل فيه مثل ما بيعمل فينا. انا مش عم شجع على الاشياء السيئه، لكن اللي على طول على طول بيعملها يعني انه قاصد انه يتاخر لحتى يبقى عنده دخول مبهر وكذا. يعني مو دخول مبهر اماني اكثر من انه يعني بصراحه في احنا عندنا مثلا المناسبات العربيه اوكي، لو احد قال لك العرس يبدا الساعه 8 ورحت 8 حتلاقي أحد، ويمكن أهل العروسة لسه ما وصلوا فلازم أوقات تتأخري غصبا عنك لأنه ما في التزام في المواعيد. وليش رأيك هاني؟ عمرك رحت عرسة بالموعد؟ والله شوف، يعني احنا بالنسبه لي يعني زواجات شباب غيرت مختلفه، لكن ساره اتصور انه تعتمدين انت هذا الشيء انه تاخرين شوي. اي لانه ما احب اروح وما في احد، اقعد بس استنى لانه انا جدا منتظمه في الوقت. فكذا مره صارت فيا انه رحت ايفنت، رحت عرس، اجلس وما في احد، زي ما بقول لك يعني اقعد استنى. في تاخير لانه انت عارف مثلا انه ما راح يكون في ناس بالضبط، فانت تتاخرين. وفي لا، التاخير المتعمد بالضبط، يعرف انه في ناس لكن هو يلفت الانتظار بهذا الدخول المتاخر. هذا حسب الموقف هون، هذا النوع شيء يحتاج حبوب اوبر. ما هي اللي عم اقول لك شو بتعمل فيه مثل ما بيعمل فينا هو، انه يجي ما يلاقي حدا مثلا او مره اثنين ثلاثه هيك يعني بحس انه انا، او تتركوا المكان او تغيروا المكان. بس اكيد بتبلغوه يعني، وبتبلغوه ليش عملتوا هذا الشيء مره على مره، بحس بهذا الشيء. بس بجدية اللي بيعملها عن قصد بيكون هيدي تاكتيك، هيدا أسلوب حياة. أما يلي نحنا كلنا فينا هيدا الشيء اللي ممكن أتأخر أكثر من مرة بسبب ما، هون بدنا ننظر اللي ابتدينا الحديث فيه هلأ، اللي هو شو نظرتك للوقت أهم من الأسباب. الأسباب رح تضلك من هون لمليون سنة تشوفها، نظرتك للوقت شو هي؟ أنت كيف بتقدرها؟ ومنسمع كتير نحن لما كل ما منكبر بالعمر منسمع انه الوقت عم يسرقنا، ليه الوقت سريع، ليه هالقد معاش عندي بركة بالوقت، لانه المألوف بتبطل تعطيه مقدار وقتك مثل ما الاشياء الجديدة. فعقلك بيصير مثل اوتو بايلوت، خلاص بيعرف انه يلي كنت روح عليه نص ساعه هلا بربع ساعه بوصل له، او لانه هيدول المكان العمل خلص معودين عليه. كل شيء مألوف ما بقى نعطيه مقدار الوقت. كيف بنكسر هيدا الشيء؟ بنكسر الروتين. مش بالضروره تكسروا طريقه او اسلوبكم التعامل باليوم، بس كيف بتبتدوا يومكم. كل ما دخلتوا بالروتين والمألوف كل ما قصرتوا مع نفسكم وبالوقت ومع الغير. طيب هل في اتكيت للمواعيد؟ يعني مثلا احيانا لما يعزمنا احد مثلا على غداء او عشاء او مناسبه، هل احنا نجي في التايم يعني حكم 8:8 ولا اعطيهم 10 دقائق ربع ساعه؟ هل في اتكيت لهذا الموضوع؟ كل ما يخص يعني المواعيد اللي هي عزايم، مش مواعيد مثلا طبيب عمل. اكيد في اتيكيت. هلا بيعتمد على كل مجتمع له يعني له هيدي الاتيكيت، بس لنقول اليونيفرسال يعني المعتمد او المعهود عليه انه على الاقل نوصل بربع ساعه. متاخرين ربع ساعه؟ لا، ربع ساعه قبل يعني اذا الموعد 8 أوصل 8 إلا ربع بالضبط. شو بتعمل بالهاي 8 إلا ربع؟ مش بالضرورة مثل ما قالت سارة تروح وتنتظر وما تلاقي حدا، لأنه بعرف هذا الإحساس ممكن يكون محرج أو بقولوا يمكن شو ليش هالقد متحمسة زيادة عن اللزوم. بتعرفي بيكون في بعض القضايا هيدي الاجتماعية لا بيطلعوا فيها بيحكموا عليك يعني. طب ما أنتوا قلتوا لي شو بتعمل؟ مش عندها جاية بدري يا بتقعدي بالسيارة أو عندها حياة طفشانة مرة ما صدقت على العزيمة توصلوا على المكان، يا بتجلسوا بالسيارة، يا معكم كتاب، يا معكم بعض الأمور عم تخلصوها بالشغل، يا بعض الاتصالات معني. نفس الواحد إنه 100% مو متصربع وسريع. أنا بدخل مساء على الحمام بزبط جمالنا. شكرا يا أماني. شكرا أماني، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم. شكرا لك. يعافيكم، تسلم. شكرا.